السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي، سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين جيم، ويرمز له باللاتينية سي، وهو مفيد للأسنان والعظام ولترميم الجروح. في المتجر الكبير يوجد فيتامين جيم في البرتقال، الليمون، الفريز، الفلفل الأخضر، البندورة. سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين جيم. انظروا، فيتامين جيم مفيد للأسنان. فيتامين جيم يقوي العظام. فيتامين جيم مفيد لترميم الجروح. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء.